وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شباب للخير. صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين من مصر أم الدنيا، قطعة فريدة من أرض الكنانة الطيبة التي تجلى فيها نبي الله موسى وكلمه الله تكليما، والتي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فأمنا دائما لمصرنا ورخاء دائما لشعبنا، رخاء من رب السماء بلا عمد وأمنا طيبا من الله الواحد الأحد. فبالأمن نبدأ حديثنا وبالأمان نستهل كلماتنا، كلمات تضيء دروبنا وحكايات تسعد من حولنا، آملين أن ننال ثقتكم، راغبين عتما في عهدكم، عهد ينور قلبنا وعهد يحقق حلمنا، وحلم بأمن وطننا، شعبا وجيشا ورئيسا، ما أحد منهم يوما خيب ظننا. العلم، العلم يعني التعليم، يعني التقدم، يعني الرقي، الفهم، الوعي. فقرتنا النهاردة كان عنوانها قرارك صح. نعم أيها الوزير، قرارك صح، قرارك صح في فكرة عدم إلغاء الامتحان أو عدم تأجيل الامتحان. أنا واحدة من الناس طبعا شايفة أن أولياء الأمور، في نوعين من أولياء الأمور، في نوع مؤيد وفي نوع معارض. أنا طبعا من النوع اللي كنت معارضة في الأول، بس بعد ما فكرت وكده بقيت مؤيدة جدا للموضوع، موضوع عدم إلغاء الامتحان أو عدم تأجيل الامتحان. أنا شايفة إن أولياء الأمور النوع منهم المعارض بيبقى معارض مثلا لسبب واحد، إن هما مش باصين لمستقبل ولادهم، يعني كل حاجة عندهم مدورين إن ولادهم ينجحوا، ينجحوا من غير مجهود، ينجحوا من غير أي حاجة، عايزين من الآخر يوفروا. في ناس بتبقى مدورة إن هي توفر وكده، توفر سواء مثلا الطالب مثلا يوفر فلوس دروسه، سواء الطالب يوفر فلوس مواصلاته كده، عايزين يوفروا. النوع بقى المؤيد لقرار الوزير، النوع ده طبعا أنا في صفه جدا. النوع ده اللي هم بيدوروا على مستقبل ولادهم، وأنا بأيدهم جدا وبحترم الناس دي جدا، مدورين على المستقبل، مش في دماغهم أي حاجة. دلوقتي معانا مكالمة الأول من دكتور سيد ظريف عطا، مدرس مساعد بقسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة أسيوط، وعضو اللجنة العليا للأنشطة الطلابية. نتشرف بحضرتك يا دكتور لمشاركتك لينا، شرفتنا جدا، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. عاوزين نستعرض مع حضرتك أهم قرارات وزير التعليم العالي بخصوص تأجيل الامتحان وكده. إيه هو السبب الحقيقي لرغبة الطلاب في تبديل الامتحانات بأبحاث؟ تمام فندم. أنا في بداية هستعرض مع حضرتك أهم القرارات اللي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات الفترة الأخيرة. تمام. بخصوص الامتحانات وبخصوص تأجيل الامتحانات. خلاص أصبح أمر واقع، معالي الوزير أكد بشكل نهائي إن شاء الله السبت القادم بداية الفصل الدراسي الثاني وبدء الامتحانات. تمام. بالنسبة للعام الدراسي الثاني، عشان التأجيل اللي حصل في الترم الأول إن شاء الله هيتم مادة الترم الثاني لمدة 3 أسابيع مبدئيا. بالنسبة لأيام الحضور، الكليات النظرية هيكون الحضور ليهم يومين في الأسبوع، أما الكليات العملية هيكون الحضور ليهم من 3 إلى 4 أيام. تمام. من الإجراءات الاحترازية أيضا تقليل أعداد الطلاب في المدرجات والقاعات ومعامل التدريب. يجوز أيضا برضه من الإجراءات اللي اتخذت في المجلس الأعلى للجامعات إن يجوز للطلاب المتفوقين من أداء كل الامتحانات التقاسم بطلب للاعتذار عن بعض تلك الامتحانات. طب كلمنا يا دكتور معلش عن القرار بصفة عامة من وجهة نظر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. تمام يا فندم. انا هكلم حضرتك بالنسبه للاول للجزئيه للطلاب اللي هم راغبين ان الامتحان يتم استبداله بابحاث. انا هرد على السؤال ده بسؤال ثاني لحضرتك، بس السؤال مش موجه لحضرتك، السؤال موجه للطلاب. تمام. هل رغبتك في عدم الامتحان نتيجه عن الخوف من الاصابه بالعدوى ولا عدم الاستعداد الكافي للامتحان؟ هنفرض ان السبب هو الخوف من الاصابه بالعدوى،
ولو اني اشك في ذلك، بس هنختار. لا طبعا مش كده خالص، هما طبعا يعني لو خوفا من الامتحان ده طبعا الجامعات والدراسه دي اللي هتديهم الشهاده، الدراسه هي اللي هتديهم الشهاده. هما عاملين، انا شايفه ان هي الكورونا مش سبب على فكره، انا شايفه ان هما ما عندهمش استعداد للدراسه، ما عندهمش استعداد ان هما يمتحنوا. بالظبط يا فندم، فاحنا خلينا نفرض الفرض الثاني ان هم خايفين من اصابه بالعدوى، وهل الطالب ده ذاكر واجتهد وتعب ومهيأ لدخول الامتحان؟ بالتاكيد لا، لان الطالب لو كان ذاكر ومجتهد وتعب ما كانش يشغله حاجه اللي عليه ومهيأ لدخول الامتحان هيبقى حريص ان هو يمتحن. وانا بقول لحضرتك الكلام ده وانا كنت اول دفعتي، كان بالنسبه لي يوم الامتحان ده زي يوم عيد، بشوف فيه خطوه جديده في حياتي، بتقدم فيه خطوه لقدام نحو هدفي وطموحي، بشوف فيه تعبي ومجهودي ده بيتجسد على ارض الواقع. لكن فكره ان طالب متفوق يطلب ان هو يتم تقييمه بوسيله اخرى غير الامتحان، هو كده بيطلب ظلم، لان هو كده بيظلم نفسه وبيساوي نفسه بطالب ثاني ما ذاكرش وما اجتهدش وما تعبش. فكل طالب متفوق ومجتهد ومستعد للامتحان هيبقى حريص ان هو يمتحن. طب معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي اخذتها الجامعات مستعده ليها لمنع انتشار هذا الفيروس، وبالتحديد تمام يعني جامعه اسيوط بما ان حضرتك فيها؟ تمام. بالنسبه لجامعه اسيوط، عندنا تحت رعايه الاستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعه ومعالي النائب الاستاذ الدكتور شحاته غريب، تم تشكيل لجنه مكونه من 100 طالب، ال 100 طالب دول متطوعين وهم طلاب الانشطه الطلابيه. اللجنة دي مهمتها تبقى موجودة على بوابات الجامعة وأمام صالات الامتحان، هيكون مع كل مجموعة من الطلاب ترابيزة، هتبقى مع الطلاب كمامات وجهاز كاشف للحرارة. إحنا هدفنا من اللجنة منع دخول أي طالب إلا لما نتأكد إن الطالب ده مفيش شبهة إن هو مصاب بالمرض. تم توفير أيضا بوابات تعقيم أمام صالات الامتحان، الالتزام بوجود مسافة 2 متر بين كل طالب، توجيه الطلاب ان كل طالب يحضر جميع الادوات الكتابيه اللازمه للامتحان عشان نمنع التداول ما بين الطلاب. تمام. جامعه اسيوط يا فندم، ايضا عندنا بدانا بالفعل في حمل التطعيم الاطقم الطبيه باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى المدن الجامعيه. على سبيل المثال، تم تعميم نظام الوجبات المعلبه المقدمه لطلاب المدن الجامعيه. فأنا بأكد يا فندم إن الإجراءات الاحترازية إجراءات مشددة، ومفيش أي إن شاء الله خطورة على أي طالب بإذن الله، طالما كل طالب ملتزم إن هو بينزل من بيته لابس الكمامة ومعاه الكحول الخاص بيه ومعاه متعلقاته الشخصية. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، نورتنا النهاردة جدا، وشكرا لحضرتك. تمام يا فندم. النهاردة طبعا عايزين ناخد بعض الكومنتات الطلبة قايلينها. مثلا في عندنا هاجر رمضان بتقول، هي عايزة توجه مثلا رسالة للوزير، بتقول له هقول له انتوا عملتوا لنا توتر عشان كل شوية في قرار وبيتغير أول مرة، نزلتوا الجدول خلاص، سيبنا بقى عشان نذاكر، عرفنا حدها ان في امتحانات، انما ترجعوا تاني وتقولوا ان في لسه قرار تاني خلاص، فده ان احنا نسيب الكتاب، اغلبيتنا ساب الكتاب وما عدناش بنذاكر. معلش يا حبيبتي يا هاجر، انا برد عليكي ان ده كله خوف عليكي وخوف على اولادنا، وبعدين الوزير كان مستني لاخر لحظه معانا بيشوف اخر التطورات وبيشوف هل الاعداد زادت ولا لا، وبعدين الاهم من كل ده اخبرنا بتاجيل الامتحان وليس الغائه، يعني هو ما قالش ان هو ممكن يلغيه، هو اخبر بتاجيل الامتحان. في كومنت تاني من واحد اسمه احمد محمد بيقول، هي الناس دي ما بتفهمش، احنا مالنا ومال الجامعات؟ هي الجامعه هتعمل لي ايه لما اتصاب بالمرض؟ وكتير من الناس هتتصاب بسببي، في وسائل نقل الاعداد هتزيد فيها، يعني عدوى يعني زفت كورونا، يعني في طلبه مغتربين هيجوا يوميا في القطر، والقطر يعني من كل فيلم أغنية. ويعني أحمد معلش، أنت دلوقتي عندك مشكلة اللي هي مروحك الجامعة، معلش ما كانش زمان حضرتك أكيد يعني مش قاعد في البيت على طول، أكيد مش خايف على نفسك، يعني أكيد بتروح أماكن كتير وبتخرج، لو عندك مناسبة هتروح، وأكيد وسائل المواصلات شغالة، اشمعنى الحتة دي في حكاية الجامعة
اللي دققت عليها، الفكرة مش فكرة كورونا خالص ولا فكرة فيروس، الفكرة فكرة ان مفيش استعداد. انا شايفة ان مفيش استعداد للامتحان خالص، يعني حتى على الاقل الجامعة دي اللي هتاخد بيها الشهادة، يعني دي احسن حاجة ليك، دي اللي المفروض تعمل المستحيل عشان تروحها. في الشاعرة شيرين، الشاعرة شيرين لما حضرتك هتمتحن ما كنت امتحنتنا من الاول وخلصنا، ولا لازم نذاكر صيف شتاء؟ كل ده والله يا شيرين خوفا علينا. هو فعلا ممكن نكون ما استمتعناش بالاجازه قوي، بس بعد كده ان شاء الله يعني احنا ندعي ان الازمه دي تعدي على خير، والسنه الجايه ان شاء الله هنستمتع باجازتنا وكده. احنا لازم نستحمل لحد الازمه دي ما تعدي على خير. فرحه حمدي سالم بتقول قولي له ان بحبه عشان ما لغاش الامتحان، وهو كمان بيحبك يا فرحه، وانا كمان بحبك قوي. راندا الحريري بتقول ممكن كان يأجلها لحد ما الأعداد تقل لمية مثلا، عشان كل يوم 600 ودي الأعداد الثابتة، أو ممكن يعملها أونلاين. والله يا راندا بالنسبة لزيادة الأعداد أو قلتها فده مش في علم الغيب ده، تمام. النهاردة طبعا عشان الوقت استكفينا بالكومنتز اللي جات لنا، وان شاء الله تتعوض في حلقة جديدة، واستنونا بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم من برنامجكم شباب للخير، استنونا. صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين، هكون معكم النهاردة فقرة من برنامج بنت مصر. فقرة البرنامج بتاعت شباب للخير هنتكلم في مواضيع اتكلم عنها ناس كتيرة قوي وشغلت الرأي العام في موضوع الشهر العقاري، اللي الناس مش فاهمة يعني ايه صحة توقيع، ومش فاهمة يعني ايه إلغاءها، مش فاهمين حاجات كتير. هيكون في استضافتنا النهاردة محامي الغلابة الأستاذ حسام أبو السعود. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة غدير. أهلا بيك، صباح الخير عليك وعلى كل الضيوف اللي معانا. هيكون معانا كمان الأستاذة سوما. أهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك يا أستاذة. وسهلا. مبدئيا احنا جايبينكم النهارده لان جالنا اسئله كتيره قوي، الناس مش فاهمه يعني ايه صحه التوقيع، فعايزين من حضراتكم ان انتوا توضحوا لنا ايه هي صحه التوقيع اللي اثارت الراي العام والناس كلها بتتكلم فيها، وخايفه ان ما يتمش دلوقتي ان صحه التوقيع على اي شقه بتتعمل، ان هو بيقول لك ما ينفعش ان صحه التوقيع دي لازم تسجل في الشهر العقاري، والا ده يبقى ملغي تماما. تمام. فعايزين توضيح من حضرتك. مبدئيا كده في القانون الجديد اللي هو تقدم لمجلس الشعب وتطبيقه، اللي هو اضافه، هو مش قانون جديد، هي اضافه وتعديل على قانون قديم خاص بالشهر العقاري، الماده 35 الخاصه بقانون الشهر العقاري، ان صحه التوقيع يا فندم هي مش الغاء، هي موجوده كده كده موجوده، ولكن صحه التوقيع، في فرق ما بين صحه التوقيع، في فرق ما بين صحة ونفاذ وتسجيل الشهر العقاري سواء للعقارات الموجودة في جمهورية مصر العربية. بالنسبة للقرارات دي يعتبر صحة التوقيع هي كده كده مش نقل ملكية، صحة التوقيع من قبل كده مش نقل ملكية، بس هو المشتري بيبقى عايز يوفر على نفسه وما يسجلش في الشهر العقاري، فبيوفر فلوس عشان ما يتعش للشهر العقاري، فبيعمل صحة التوقيع على أساس هي نقل ملكية للعقار اللي هو مشتريه ده، وده طبعا يعتبر غلط. نقل الملكية ترفع دعوة صحة ونفاذ، يا إما تسجل في الشهر العقاري. التعديل ده الجديد أو إضافة المادة الجديدة دي يا فندم عشان نقدر نسجل كل العقارات اللي على مستوى جمهورية مصر العربية تبقى مسجلة. أغلب العقارات الموجودة في جمهورية مصر العربية أكثر من 85-90
5% من عقارات مصر غير مسجله يا فندم. فالقانون اللي اتعدل ده سببه ان احنا نسجل العقارات ونحافظ على العقارات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، ويساهم برضو في الاستثمار العقاري في جمهوريه مصر العربيه، وبيساهم في كل حاجه تفيد المستوى المعيشه للمواطن في جمهوريه مصر العربيه يا فندم. تمام. استاذه سوما، ايه العلامات الداله على صحه التوقيع؟ عايزين نوضح. بص يا فندم، هي دعوه صحه التوقيع اصلا دعوه تحفظيه، تمام، متعلقه بالتوقيع بس، تمام. دعوى صحة التوقيع، هو الشايع دلوقتي ان دعوى صحة التوقيع هتتلغي، فلا، هي دعوى صحة التوقيع مش هتتلغي، لان دعوى صحة التوقيع مش متعلقة بعقد البيع بس. الناس كلها فاهمة ان دعوى صحة التوقيع متعلقة بعقد البيع، لان الناس ما بتتعاملش مع دعوى صحة التوقيع غير على عقد البيع، ولكن دعوى صحة التوقيع دي بتتضمن الكثير من العقود، اي محرر عرفي بيني وبين حضرتك، بيني وبين اي حد، اي اقرار، اي حاجة انا ممكن اروح اخد عليها حكم بصحة التوقيع، تمام. هو اصلا ما فيش تشريع بيقنن العقود المصحوبة بصحة التوقيع، واصلا دعوى صحة التوقيع غير النقلة الملكية. هي دعوى صحة التوقيع ما اتلغتش، دعوى صحة التوقيع اتلغى اثرها بالنسبة لعقود البيع فقط، تمام. عقد البيع النهاردة انعدمت فيه صحة التوقيع، تمام، انعدمت فايدة صحة التوقيع بالنسبة لعقد البيع فقط، لكن هي سارية بالنسبة لباقي العقود أو باقي أي محرر عرفي بيني وبين أي حد، بين أي طرفين يقدروا ياخدوا عليه صحة التوقيع. يعني حضرتك يا أستاذة سوما، دلوقتي أنا لو معايا حكم صحة توقيع عشان اروح اركب كهرباء او اي، دي بقى المشكلة اللي هيقابلها. يعني هل هي اصبحت غير معتد بها دلوقتي؟ هو التعديل اصلا اللائحة واردة على قانون الشهر العقاري. تمام يا فندم. تمام. يعني انا كده لو رحت اقدم على خدمات ان انا اركب في عقار بعقد ابتدائي مصحوب بصحة التوقيع، لا يعتد بيها، مش هياخد بيها دلوقتي، مش هياخد بيها القانون ولا هتاخد بيها اي جهة رسمية غير تسجيل الشهر العقاري، مضاف الى دعوى صحه ونفاذ على العقد اللي هو بالظبط. ايه صحه ونفاذ بقى او تسجيل بالزبط. شهر عقاري لو مفيش ورق خالص للعقار، في دعوى تثبيت ملكيه. بس في نقطه كمان، نقطه ان موضوع التصالحات اللي الدوله اتجهت له من فتره ده، الناس كانت بتاخد نموذج ثلاثه، في الناس كانت بتاخد نموذج ثلاثه جديه تصالح، تمام. بمجرد ما بيسدد مبلغ بياخد جدية تصالح. في نموذج كمان 9، ده بياخده بعد ما بيسدد باقي أو كامل المبلغ. وفي كمان نموذج 10، دوت التصديق من الوزير، تمام. بعد نموذج 10 ده يا فندم بيبدأ بيحق للمشتري أنه يسجل تلقائي بمجرد ما ياخد نموذج 10، تمام؟ تمام. بس طيب، في حاجه كمان انا حابه ان انتوا الاثنين بقى تجاوبوني عليها، هي دي اسئله اصلا الناس كلها عماله تبعت وتسال على البيج بتاعنا بتاع البرنامج، تمام. في حد لو كاتب شقه لزوجته واتوفى، طب هيعمل ازاي صحه التوقيع؟ هو دلوقتي مش موجود، تمام، ازاي هياخد صحه التوقيع من المحكمه؟ الورث يا فندم. الورث. طب ايه اللي يثبت ان ده توقيعه؟ اعلام وراثه، وبيبقى فيه محررات. بالظبط كده، بيختصم الورثه. ما هو بيختصم الورثه، وبيبقى فيه محررات قبل كده عليها توقيع سابقه بتتضاف، المحكمه بتطلبها بناء على خبير، وبيشوفوا التوقيع، هو التوقيع اللي على العقد من الورق الرسمي اللي بيتقدم للخبير، وبعد كده بياخد صحه التوقيع. بيبقى فيه طبعا باثر رجعي. بيبقى ايه؟ باثر رجعي؟ لا، مش باثر رجعي طبعا. مفيش قانون بيسري باثر رجعي. مفيش قانون بيسري باثر رجعي، بس هو القانون اللي هو الحالي ده هيبدا يعني خلال 15 يوم من وقتها. بعد كده اللي قبل كده خلاص انتهى. طيب. اللي جاي اي حد هيقدم عقد بيع بصحه توقيع ملوش اي قيمه، لازم يسجل في الشهر العقاري ويتعمل له دعوه صحه ونفاذ يا فندم. ايه متطلبات التشريع الخاصه بالقانون ده؟ المفترض ان الدوله دلوقتي بتتجه للتسجيل، ان كل عقار يكون مسجل، كل عقار يكون له رقم قومي خاص بيه. الدوله متجهه ده بدايه من موضوع التصالحات اللي جه من كام شهر، وقعد يتاجل والمده تتفتح اكتر، نزود شهر، الكلام ده كله من البدايه كان الهدف ان نقنن وضع العقارات في مصر، كل العقارات تكون
مسجله. فالمفترض ان خلاص اي عقد مصحوب بصحه التوقيع، هي اصلا دعوه صحه التوقيع غير نقل الملكيه، والهدف دلوقتي من الدوله ان تكون كل العقارات مسجله، فطبيعي اللي مش مسجل دلوقتي هيبدا يلجا لدعوى صحه ونفاذ لو مش هيسجل شهر عقاري، كده كده في دعوى صحه ونفاذ بنروح برده للشهر العقاري، تمام؟ وفي برده الناس اللي ما عندهاش ورق خالص للعقار بتاعها بتلجا لدعوى تثبيت الملكيه، والناس اللي لجات للتصالح زي ما نوهت في نموذج 3 نموذج الجديه، بعد كده في نموذج 9 بتاع سداد كامل المبلغ بعد التصالح، وفي نموذج 10 بعد التصديق بتبدا انت خلاص بيعتبر مسجل، بتاخد مسجل بتاخد رخصه، وبكده بتكون الموضوع اتسهل عليك بنسبه كبيره. يعني هو الناس كانت بتهرب قبل كده من الرسوم بتاع الدعوه صحه النفاذ ورسوم الشهر العقاري، للاسف هي كان العكاز بتاعهم دعوه صحه التوقيع، دعوه صحه التوقيع اللي هو انا خدت اثبات توقيع على العقد اللي هو خاص بالشقه وخلاص، ده كده نقل ملكيه. في نصوص قانونيه بكده ولا ده اجتهاد؟ لا ده في تعديلات يا فندم حاليا اتقدمت وهتطبق خلال 15 يوم بعد نشرها في الجريده الرسميه، الماده 35 اتضافت على قانون الشهر العقاري بضرورة إن كل حد أي شخص عنده عقار لازم يكون موجود، حتى لو هينقل ملكيته سواء اللي مشتري أو البايع لازم يثبت العقار، بياخد رقم في الشهر العقاري عشان بيبقى فيه تسلسل بعد كده، لو في استثمار عقاري بتبقى كل حاجة أي عقار موجود ليه بيانات خاصة بالشهر العقاري وصاحب الملكية للعقار يا فندم. برغم ان احنا عارفين ان 85% مش مسجل في الشهر العقاري، ايه فايده التسجيل ده يعني؟ ما هو فايده مش معنى في الوقت ده بالظبط يا فندم، فايده في الوقت ده الدوله اتجهت بالزبط. خلاص لكده ده اتجاه الدوله، اتجهت الدوله لانها تقنن كل العقارات الموجوده على ارضها، وده الصالح المواطن، وده الصالح المواطن، مش متاح معاها ان هي تسجل. ما هو الدوله يعني ده للاسف بقى، وفي يعني ناس مضروره كمان، الناس اللي اشترت من الشركات بعقود ابتدائيه هو تقريبا التسجيل بيبقى بالمتر، تقدر تدخل مرافق، مفيش حد دلوقتي مشتري من شركه وعامل عقد ابتدائي واخد عليه صحه توقيع، مش هيقدر يدخل ميه، مش هيقدر يدخل نور، خلاص الجهات الحكوميه مش هتتعامل مع الناس دي بعقود مصحوبه بصحه توقيع تاني، لازم يسجل. الدوله برضه يا استاذه سهلت عمليه نقل الملكيه، يعني بالزبط. حاليا يعني بالزبط. سهلت عمليه نقل الملكيه سهل كتير غير الاول خالص، يعني حتى برضه في الرسوم في رسوم بس ده لصالحك، يعني انت بتدفع عشان يعني انت مشتري شقه تنقل ملكيتها ليك من الشخص اللي قبليك، يعني مفيش حد دلوقتي بيشتري شقه، ولما بتتسجل ده كله بيساعد برضه في الاستثمار العقاري في جمهوريه مصر العربيه، بس ده برضه بيساعد برضه في ايجاد حلول، هو حلول وضمان حقهم، بس بالظبط كده هو يعني لصالح هو لصالح القانون ده يا فندم، لصالح المواطن اللي هو صاحب الملك اللي هو عنده عقار ويبقى العقار باسمه، ولصالح الدوله برضه في حاجات كتير يعني لصالح المواطن، بس انا ما تجبرنيش ان انا اروح اسجل. بص يا فندم انا البدايه دعوه صحه التوقيع اصلا ما كانتش نقله للملكيه من البدايه، دلوقتي الدوله بس بتجبر على التسجيل، تمام؟ لكن هو من البدايه دعوه صحه التوقيع اصلا ما كانتش نقله للملكيه، فانت كده كده الاول زي دلوقتي التوقيع اللي موجود في العقد، ماليش دعوه باي شيء موجود في العقد، متعلقه دعوه تحفظيه على التوقيع، دعوه تحفظيه على توقيع فلان اللي موقع فقط على التوقيع، العقد كله ده ملهوش دعوه بيه خالص. ايوه بالظبط، القاضي نفسه ما بيتطرقش لموضوع العقد، عقد بيع بقى، عقد ايجار، عقد بالظبط اتفاق ايا كان نوع العقد، الناس فاهمه غلط، يعني هو كده كده صحه التوقيع مش نقل ملكيه، ده اللي احنا بنقوله، الناس فاهمه غلط، لان ولا هتتلغي صحه التوقيع عادي يعني عشان يكون لك علم. ايوه بالظبط، مش هتتلغي، موجوده برضه في المحاكم وساريه، في اي عقود هتتعمل، في اي ورق انت عايز عليه تاخد عليه صحه التوقيع هتقدم الورق اللي فيه توقيعات وتاخد صحه التوقيع عادي. دلوقتي اتلغى ان العقد بعد دعوه صحه التوقيع يتختم بختم النسر، يعني دي من ضمن الحاجات، ولكن دعوه صحه التوقيع مش هتتلغي. اللي عامل الضجه دي كلها ان الناس اللي كان رابطها بدعوه صحه التوقيع هو عقد البيع، فالتعديل نازل او اللائحه نازله على قانون الشهر العقاري، مش على صحه التوقيع فعلا. تماما مش على صحه التوقيع خالص، مش على صحه التوقيع خالص يعني، بس هي الناس دخلت معاها بقى لان طبعا في ناس مضروره زي الناس طبعًا. مش هتقدر تتعامل مع اللي عايز دلوقتي ينقل العداد بتاعه ومعاه عقد مصحوب بصحه التوقيع، مش هيقدر ينقل العداد بتاعه، اللي عايز يأكلها برضه لازم يبقى معاك رقم في الشهر العقاري فعلا. الدوله مش هتلجأ لداخل لما تقنن الناس دي وتقول الناس دي هتعمل ايه، الناس اللي مشتريه بملايين وعليها اقساط دي لازم طبعا هيقننوهم طبعا. طب يا استاذ حسام عايزين برضو توضح لنا ايه الورق المطلوب للتسجيل، الاوراق المطلوبه الاوراق المطلوبه طبعا اكيد عقد البيع او عقد العقار اللي هو مشتريه الشخص ده بيتوجه للشهر العقاري، بياخد رقم في الشهر العقاري، والشهر العقاري بيبقى محدد رسوم على
المكان ده وبيمشي في اجراءاته اللي طالبها الشهر طلب بقى طلب تسجيل رضائي، والموضوع بيطول وبيروح مساحه وكشف مساحه وكشف هندسي وقصص، يعني عشان يسجل ان المكان ده بملكه باسمه في كل الاماكن في كل الجهات، ان المكان ده اتنقل ملكيته للشخص اللي هو مقدم العقد ده. طيب احنا سمعنا ان في ناس كتير طبعا طلع عندها مخالفات ومباني ومخالفات، ما خلاص الناس كلها عملت تصالح ده كمان ليه الحق ان هو يسجل شهر ما هو من ضمن الحاجات دي ان العقار من ضمن الحاجات يا استاذه في الشهر العقاري، يعني عشان تسجل لازم يكون ما فيش اي مخالفات على العقار اللي انت بتسجله، سواء خاصه بالزراعه او اي جهه ليها عليها مخالفه اللي هو العقار ده، لازم يكون في تصالح مع الجهه دي والاوراق والورق خالص مع الجهات عشان ينقل له ملكيه ويسجله في الشهر العقاري. فندم وفي دعوه صحه ونفاس برضو انت بتلجا لانك تشهر الصحيفه، فبترجع للشهر العقاري برضو وبترجع لتسلسل الملكيه. هو برضو في صحه توقيع لما كان حد بيشتري بعقد بيع وبيعمل صحه توقيع برضو كان بياخد تسلسل الملكيه، بس في الشهر العقاري حاجه تانية. طب شهاده ميلاد العقاري اللي هي بتمنح بعد التصالح دي، يعني عايزين نفهم برضو ايه اللي الناس بتعمله او ان هي تتصالح او ان هم ازاي هل عملوا موضوع الشهر العقاري بعد ما يسدد خالص وياخد التصديق عشان يبينوا كميه المخالفات، هل دي مثلا بيقننوها ان هم يعرفوا هو مين مخالف ولا بيزود كميه المخالفات؟ هو عايز يقنن الوضع، عايز يقنن الوضع وعايز يقنن ويبقى في تصالحات مع الدوله مع الحكومه، والتقنين ده برضه لصالح الحكومه وصالح الافراد برضه، يعني لصالح المواطن اكتر من الحكومه. فلو في تصالحات وفي قوانين الامور هتمشي ما بين المواطن والحكومه بسلاسه لو الناس فعلا خدت بالقانون ده وطبقت بالزبط. القانون ده فهمني. يعني احنا نفهم من كده ان لو في صحه توقيع وما فيش تسجيل شهر عقاري ان كده الوضع طبعا العقد كان بالظبط ده صحه توقيع زي ما برضو بنقولها العاشر مره، صحه التوقيع ليست نقل للملكيه، ليست نقل الملكيه. لا واخدنا الملكيه بالظبط كده، عمرها ما كانت نقله للملكيه دلوقتي او قبل كده يعني ويعني هي ما اتلغتش، اتلغى اثرها بالنسبه لعقد البيع، اتلغت فائدتها، انعدمت فائدتها بالنسبه لعقد البيع تمام، لكن بالنسبه لبقيه العقود بقيه المحررات بقيه الاقرارات اي محرر غير رسمي سارية. وهو اتلغى التعامل بيها برضه في الجهات الحكوميه دلوقتي، اتلغى تماما، مش اي جهه حكوميه مش هتاخد مساحه توقيع في جهه حكوميه على اساس عقد نقل ملكيه. أيوة لازم يروح للشهر العقاري، دي اللي بنقول فيها يا استاذه ايه اللي هو اتباع اجراءات قانون الشهر العقاري في الاول او دعوه صحه ونفاذ، دي برضو بتكون عن طريق لا الملكيه برضو اللي هي ايه صحه ونفاذ، يعني هي زي صحه توقيع بس القاضي بينظر موضوع العقد، بينظر موضوع العقد بيرجع للشهر العقاري بالظبط المساحه، بيبعت الهيئات المختصه عشان يشوف العقار ده ملك مين وتم نقله الملك مين، وبيبقى فيه خبير وفي مستندات بيطلبها على اساس لما ينقل الملكيه لصاحب العقد ده يبقى كده خلاص في الشهر العقاري، وفي المحكمه العقار ده ملك الشخص اللي هو ايه رفع دعوى الصحه والنفاذ. طيب هو ده هيطبق من امتى يعني القانون؟ خلال 15 يوم هو نزل في جريده رسميه وده تعديل لقانون الشهر العقاري، هيبقى اجباري لكل الناس. هو مش طبعًا. اجباري ده قانون يعتبر لصالح المواطن وللدوله بالزبط. يعني قبل ما يطبق هو بس في ناس يعني هو في ناس مضروره زي اي بالظبط يا فندم، بس هو القانون برضو بيساعد يا فندم على ايه؟ لما بيبقى في عقار عليه مشاكل، مع انت بتحصل حالات نصب كتير أيوة وكلنا عارفين طبعا يعني كل ده على مستوى الجمهوريه فكل ده بيقنن لصالح المواطن برضه وبيساعد الدوله برضه في حاجات كتير خاصه بالامور العقاريه. انت منتفع اكتر من تعديل القوانين دي يا استاذ حسين بتتم عن طريق البرلمان ولا عن طريق ايه بالظبط؟ يا فندم هو بيتقدم القانون لو في تعديل او في طيب استاذنك معانا تليفون استاذ صلاح، اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. هو انا بس اسال سؤال، اشتريت شركه ماشي في ارض سجاد اسد، ينفع ان انا اخد عنه ولا تكون شكل عقاري؟ احنا مش سامعين. انا مش سامعه صوت حضرتك. بيقطع حضرتك؟ الخط اتقطع، معلش الصوت مش واضح، ممكن تتصل تاني حضرتك. الصوت في حاجه تمام. فاحنا دلوقتي عايزين برضو نعرف هل البرلمان بيناقش الموضوع دوت ولا فندم. بالنسبه بالنسبه في الاول بيتقدم القانون او التعديل لمجلس الدوله، ومجلس الدوله بيحيله للبرلمان عشان يشوف البرلمان هل القانون ده فعلا صالح للافراد والحكومه ويطبق على تتم مناقشته قبل وبعد كده بياخدوا الموافقه عليه، وبعد كده
بيطلع القانون بعد كده لرئاسة الجمهورية للتنفيذ، وبعد التنفيذ بيتنشر في جريدة رسمية يا فندم للتطبيق بعدها حوالي 15 يوم يعني. وده اللي حصل في التعديل الحالي. استاذ صلاح رجع لنا تاني. الو الو السلام عليكم. اي يا فندم معاك. هو انا لو مشتري شقه في ارض وضع يد يمكن ان اروح اوسطها ولا بتديلها في ثواني يا فندم؟ لو مشتري شقه وضع يد، وضع يد في ارض وضع يد يعني. وضع اليد بيلجا لدعوه تثبيت الملكيه. بالظبط يا فندم. تبع حكم مسلم. ايوه هو في اجراءات لدعوى وضع اليد يا استاذ صلاح لازم برضو تمشي عشان تقدر تثبت الملكيه فيها، يعني في اجراءات معينه لازم تاخدها الاول عشان تقدر تاخد مستندات وتروح بيها للشهر العقاري عشان ينقل لك الملكيه للمكان اللي انت وضع يدك عليه يا فندم. متشكرين، شكرا استاذ صلاح. بكده هننهي الفقره بتاعتنا وفاصل وهنرجع لكم تاني وهنتكلم عن موضوع برضو اتكلم فيه سياده الرئيس عن موضوع تحديد النسل. هنرجع لكم تاني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بنت مصر وفقره من برنامج شباب الخير. زي ما قلنا معانا النهارده استاذ حسام ابو سعود والفقره الثانيه اللي هنتكلم فيها والاستاذه سوما. هنتكلم على حاجه منتشره جدا هي تنظيم النسل اللي صرح بيها السيد الرئيس وعرضوها على البرلمان ولسه مستنيين رد البرلمان عليها. احنا حابين نعرف حاجات كتيره، جات لنا اسئله كتيره على البيدج بتاعنا. استاذ حسام اتفضل يا فندم. اول حاجه النهارده حابينك ان انت تعرفنا ايه هو الموضوع اللي اتكلم عليه ناس كتيره قوي في تحديد النسل. طبعا تحديد النسل كلنا عارفينه ان احنا بنروح ننظم اللي هو طفل او طفلين او او صحه انجابيه يا فندم. بالظبط، ايه الراي القانوني والشرعي في الموضوع دوت ويعني ايه اصلا تحديد النسل؟ هو بالنسبه للراي القانوني طبعا في تحديد النسل وتنظيم النسل في فرق ما بين تحديد، عايزين نوضح للمشاهد برضو في فرق ما بين تحديد النسل وتنظيم النسل. القانوني تنظيم النسل ضوابط وتوعية، مش قانون بيجبر المواطن، لأن دي يعتبر حاجة من اللي هو تنظيم النسل من ضمن حقوق المواطن المصري طبقا برضو للشريعة الإسلامية. تمام، فهو تنظيم أمور تنظيمية توعوية أكتر من إن هي تطبق على المواطن المصري يا فندم. يعني فرق بقى ان انا حاليا في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتره الاخيره كان صرح برضو الزياده السكانيه في جمهوريه مصر العربيه، والموضوع ده طبعا كل مصر بتتكلم عنه حاليا. تنظيم النسل هو فعلا بيتكلم لصالح المواطن، ما انا لو نظمت النسل يا فندم هيبقى في معيشه كويسه للمواطن المصري. لما يبقى كل اسره مثلا عندها طفلين تقدر تربيهم كويس، تقدر تطلعهم كويس، الست نفسها يعني صحتها هتبقى كويس، الدولة هتقدر توفر لها كل الاحتياجات والإمكانيات. مستوى خط الفقر. بالظبط يا فندم، هيبقى في مستوى معيشة عالية. والشرع والقانون طبعا الأستاذة سوما هتكلمنا برضو عن الموضوع من ناحية الشرع، إن تنظيم النسل من أيام العهد النبوي. طبعا، ولكن الرسول قال يعني تكاثروا. تكاثروا تمام. انا معاك تمام، بس ده احنا ده ممكن نضع عشان الوضع اللي احنا فيه برضو، احنا ممكن نضع ضوابط معينه. الأخذ تمام بالأسباب. ضوابط بالظبط، ضوابط بالأسباب. لكن ما يعني ما نحطش قوانين تلزمنا بالظبط بالحد من النسل. لا بالزبط. احنا ممكن نحط ضوابط ننظم بيها الناس، زي ما قلت حضرتك ان في فرق بين التنظيم والتحديد. بالظبط، ما ينفعش. هل في سياسه تحت مسمى تحديد النسل؟ طبعا في سياسه على مستوى دول العالم. سياسه تنظيم النسل. تمام، في بعض الدول حددت زي الصين وزي الهند. اساءوا فعلا استخدام ده بقى السياسه تحديد دي. يا استاذ ده بقى اللي عملته الصين. ما انا بتكلم في كده. ده تحديد مش تنظيم، وده حرام شرعا بالنسبه لنا. حددته ازاي يا فندم؟ ان اللي عملت حددت قانون، نزلت قانون ان الفرد الصيني ما يخلفش غير واحد،
غير كده بيعاقب، كان في عقوبات هم من أجلينها. لو خلفت الدولة مش هتدي لك حاجة، مش مالكش أي خدمات للدولة غير العقوبات اللي بينفذها. ده الصين. الهند بقى عملت إيه في تحديد النسل عشان نسبة الزيادة السكانية يا فندم؟ السيدات كانت يعتبر بتشيل القناة اللي هي خاصة بالحمل في السيدة عشان ما تخلفش، وعملت برضو إن هو يخلف بعد 18 سنة، يعني خلف طفل كل 18 سنة يعني. يشيلوا قناة الفالوب؟ يا فندم الخاصة بالليزر. بالليزر. عشان ما تخلف. ما هو ده بقى ده التحديد. ده يعني حاجة بشعة في حق المرأة يعني. طبعا يا فندم. قانون عندهم ازاي طيب؟ وفين يعني حقوق المرأة وحقوق الإنسان؟ ما هو عندهم بقى، لا هم عندهم أهم حاجة إن نسبة الزيادة السكانية وعدد السكان يقل. دي أهم حاجة عندهم يعني، مش هيراعوا حقوق المرأة ولا حقوق إنسان ولا أي حاجة، مع إن دي حاجة ضد الإنسانية. ده التحديد بقى اللي هو عندنا حرام شرعي. ناس كتير هتتصدم دلوقتي من اللي بيتقال ده، بس هم فعلا كانوا بيشيلوا يا جماعة قناة فالوب بالليزر عشان يحددوا الناس. دي في أي دولة؟ الهند يا فندم. في الهند. في الصين بقى توقفوا عند عدد معين، قالوا فرد تقريبا أو فردين. كل 18 سنة. كل 18 سنة. طيب وده برضه ضد الشرع والقانون. هو انا مثلا او حتى بعد كده هناك الناس رفضت الكلام ده، وكان بعد كده في تعديلات. هو الفرد المواطن هناك بعد 18 سنه ما ممكن ما يخلفش فعلا، ما ممكن ما يجيبش اطفال، يعني صحته يحصل لها حاجه، فمش من حق القانون ده يلزم الافراد. بس ده بيساعد على انتشار العدوى يعني. انت بتتكلم في ان انت بتحدد ناس السيدات يعني ده انت بتنشر عدوى بشكل يعني ليه اضرار كتيره. الموضوع ده ليه اضرار كتيره جدا. العمليات كانت بتتعمل لجزء كبير جدا من السيدات في وقت معين، طبعا كانت العدوى منتشره بشكل كبير في الوقت ده يعني. طب وهل ده عارفين هنا كده؟ علشان كده قلنا في فرق بين لا يا فندم، هو في مصر اللي هم عايزين يطبقوها بيها. لا الطرق في مصر الطرق هي تعتبر ضوابط وتوعيه. هو الدوله حاليا مش عايزه تحدد، هي عايزه تنظم. وتنظيم الاسره ده انا من بدري يعني، مش من دلوقتي يعني، مش حاجه جديده، موجوده في جمهوريه مصر العربيه من بدري، من ايام السادات مع انت، فمن فتره مش حاجه جديده يعني عفوا يا استاذ حسام، انا كواحده ست واستاذه سوما برضو، اما تسمع ان هم هيحددوا ناس اي طريقه الواحد برضو الدستور، ناس كتير مش فاهمه يعني. احنا عندنا هي دي اللي احنا عايزين نتكلم فيها. الدستور راعي حقوق وحريات الشعب، فما ينفعش احنا نخالف الدستور باي قانون او باي نص تشريعي. تمام، فحضرتك احنا مش هنقدر نحد، مش هنقول لا، احنا هنضع ضوابط تنظم الصحه الانجابيه. بالظبط كده الموضوع الانجاب. تمام، لكن احنا مش هنعمل زي الصين وهنحط بقى تشريع او قانون او هنقول بالظبط، او هنقول مثلا لا هم اتنين وكفايه. لا، هي الدوله قالت اتنين والتالت هنتحمل 50% من خدماته وانت اتحمل 50%. لو جبت الرابع بقى شلته. الدوله هو بس هو المواطن يعني. بس لو خد بالضوابط والوعي اللي مقدمه الدوله هو فعلا لصالحه يعني. انا يا فندم برضو يعني على المستوى الشخصي، انا لما اخلف طفلين مثلا هعرف اربيهم، هعرف اصرف عليهم، هعرف بالنسبه لحضرتك. بالنسبه الانسان عنده وعي، كلنا مش عندنا وعي، كلنا ثقافتنا مش واحده. هي دي اللي بنتكلم فيها يا فندم، هي دي اللي بنتكلم يعني فيها. احنا مش كلنا متعلمين درجه واحده، كلنا هي الدوله دي الاعلام بيوعي، دور الاعلام مفيش، في ناس ما عندهاش تلفزيون. تمام يا فندم، بس في الدوله يا فندم فعلا وصلت لكل مكان للتوعيه يعني. دلوقتي في كل حته، سواء في جمهوريه مصر العربيه، سواء في الصعيد، في اي مكان. تمام، الدولة بتوعي الناس وبتحط ضوابط وبتنفذها، بس هو للأسف في بعض الأشخاص ما بيطبقوش أو مش حابين الضوابط دي. ليه بقى؟ لأن هو بيفكرها الممنوع مرغوب، ده العادي في جمهورية مصر العربية، الممنوع مرغوب. تمام، عايزين نعرف رأيك القانوني قبل ما نختم. اتفضلي يا فندم، رأيك القانوني في الموضوع ده. أنا رأيي القانوني رأيي القانوني إن الموضوع شرعا طبعا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة بيعزلوا نفسهم عن زوجاتهم لتنظيم النسل، والرسول ما كانش قال لهم كده، فدي يعتبر موجودة من أيام العهد النبوي. احنا مش هنخالف الشرع، بس احنا مش هنخالف الشرع، احنا نعمل ضوابط في البداية اللي هو تناكحوا وتكاثروا. تمام يا فندم، يعني ده برضه كلام الرسول. وزارة الأوقاف ومفتي الشريعة عاملين توعية ومبادرة لتنظيم النسل، لأن هو قال لك الأخذ بالأسباب، طالما الأخذ بالأسباب يبقى دي حاجة جائزة شرعا.
يجب ان ناخذ بها ناخذ كلنا بها، كل جمهوريه مصر العربيه تاخذ بها لصالح المواطن ولصالح الدوله في لتطبيق او ان هي تخلي حياه الفرد افضل من كده بسبب أيوة. الزياده السكانيه. احنا قلنا مش هنحد، احنا هننظم. لو احنا هنحد يبقى احنا خالفنا الشرع. بالظبط يا فندم، لو عملنا حريات المواطن قانون يحد الناس ده مش هو قانون. قانون هننظم، فاهمة؟ تنظيم وتوعيه مش اكتر. هو تنظيم بس مش تعدي على حريات المواطن. لا لا يا فندم، ما نقدرش نتعدى على نص ماده في الدستور طبعا. لا 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 تمام. انا كنت سعيده قوي باللقاء النهارده، بس حابين برضو ان الناس تفهم اكتر ان هو توعيه ومش اجبار ومش اي حاجه خالص ومش قانون ملزم. وفي ماده في الدستور رقمها، او حضرتك ممكن تقول لنا مثلا نصها بينص على ايه برضو الناس تفهم اكتر. الماده 92 من الدستور المصري لتنظيم النسل يا فندم، مضمونها اتاحت حريه المواطنين لا تقبل تعقيدا ولا انتقاصا، وجدت صراحه كده انه لا يجوز لاي قانون ان ينظم ممارسه حقوق الحقوق والحريات للفرد. ولكن مش زي الناس ما بتسمع ان هم هيعملوا عمليات او يتدخلوا بطريقه. احنا قلنا مفيش حد، هو تنظيم. تنظيم ما فيش قانون. لان في كلام كتير طبعا بيتقال والناس بتسمع ومروجين اشاعات، ففي كتير مغالطات. احنا وضحنا النهارده كل حاجه. بالظبط، هو تنظيم. بس كنا سعيدين قوي باللقاء النهارده. احنا سعيد يا استاذ، انا اتشرفت بيكي، وشكرا لحضرتك يا استاذه غدير، شكرا للاستاذه رسومه دوغلاس، شرفتينا والله. كلمه اخيره بقى يا استاذ حسام قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا. برضو في اخر حاجه طبعا انا احب انوه ان البرنامج شباب للخير كل الفقرات لمساعده الناس، معانا ناس كتيره هتخدم في جمهوريه مصر العربيه كلها. اي حد محتاج اي حاجه في اي جمهوريه مصر العربيه، سواء في الامور المحاكم او في اي حاجه، احنا هنساعده. معانا مجموعه كبيره يا استاذه غدير بتحب تخدم الناس، وهي انضمت لنا الاستاذه سوما دوغلاس المحاميه. معانا في مساعده الناس الغلابه او اظهار اي مبادره خاصه بالشباب، احنا هنطلعها معانا في برنامج شباب الخير يا فندم. سعيده قوي بلقائي معاكم. شكرا يا استاذ حسام، شكرا يا استاذه سوما، وبحب اشكر اعداد البرنامج عمرو جلال. متشكره قوي لحضراتكم، والى اللقاء في حلقه ثانيه ان شاء الله.